تعرف بحضرتك عمر حسن، ماجستير الاعلام العام جامعه حلوان، واحد منسقي دفعه 2015 ماجستير والدكتوراه. النهارده الوقفه رقم 9 لحمله الماجستير والدكتوراه، مفيش اي استجابه من الحكومه حتى الان، راي حضرتك ايه؟ احنا طبعا نازلين النهارده علشان نقول ان احنا مش ساكتين، وده حقنا ومش هنسيبه ايا كانت النتائج. احنا دي تسع نازله لينا او التسع، ومش هنيأس، وهنفضل نمشي ورا حقنا لحد ما نجيب حقنا ان شاء الله. هيكون في بعد كده، في بعد الاعتصام اللي احنا عاملينه ده او بعد المظاهره اللي احنا عاملينها دي، ان شاء الله هيكون في اعتصام جزئي، وهيبقى في بعد كده رفع سقف المطالب. احنا مش يعني احنا دلوقتي بنطالب بابسط حقوق، مش بنطالب بحاجه جديده، احنا بنطالب بتعيين دفعه 2015 والحمل بالماجستير والدكتوراه اسوه بالدفعات السابقه من 2002 لحد 2014. فاحنا مش بنطالب بحاجه جديده، ده حقنا. احنا بقالنا 4 أو 5 سنين في الماجستير والدكتوراه والبحث العلمي، عشان مش في الاخر يجي يقول لي انت مالكش تعيين. انا مش بطالب بحاجه جديده، انا بطالب يبقى زي اسوه، يعني احنا بنطالب بتعيين اسوه في الدفعات اللي قبل كده. فان شاء الله احنا النهارده مش ماشيين غير لازم يكون في خطوه ايجابيه داخل مجلس الوزراء لينا. هنفضل نطالب باستقاله اي حد يستهين بالبحث العلمي ويستهين بحمل في الماجستير والدكتوراه في اوائل الجامعات. يا جماعه احنا صفوه تعليميه، ما ينفعش ان احنا نعمل فينا كده. البلد دي مش هتنهض غير بالشباب، وده يمكن التصريح الاخير لرئيس الجمهوريه في ملتقى الشباب الاخير، واحنا بناء على كده نازلين النهارده عشان نقول احنا موجودين ومش هنسيب حقنا ايا كانت النتائج ان شاء الله. بشكل حضاري عملنا سكتش بنوصل للعالم قد ايه احنا اتعدمنا في دولتنا، وربنا يوفقنا ان شاء الله.